أعلن تنظيم الدولة أمس الاثنين مسؤوليته عن اغتيال الزميل الشهيد زاهر شرقاط وفقا لما ذكرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم. وذكرت الوكالة أن مفرزة أمنية تابعة للتنظيم في عنتاب التركية أطلقت النار بمسدس كاتم للصوت على الشرقاط ووصفته بأنه يقدم برامج معادية للتنظيم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل محمد النعيمي معد ومقدم البرامج في قناة حلب اليوم. أهلا بك محمد. بداية، لماذا اختار تنظيم الدولة الشهيد زاهر شرقاط؟ نعم، أهلا بك أخي الكريم. بداية نعزي ونهنئ أنفسنا ونعزي ونهنئ أيضا أسرة الإعلامي الجميل والشيخ الجليل والزميل زاهر شرقاط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يلحقنا به في الصالحين وأن يربط على قلوب أهله ويلهمهم الصبر. أنا أعتقد أن خير ما تقر به عين شهيدنا الغالي بعد الدعاء له والترحم عليه هو إكمال مسيرته المباركة في التصدي لهذا الفكر التكفيري الذي كلفه حياته الغالية. هذه بطبيعة الحال مسؤولية كبيرة تقع على كاهل قناة حلب اليوم خاصة وكاهل الإعلام الثوري بشكل عام. نتمنى أن يكون استشهاد الأخ زاهر دافعا قويا لهذا الأمر. الغريب أخي كريم أن شبيحة تنظيم الدولة يفاخرون ويشمتون باستشهاد الأخ زاهر، بينما هم بهذا يدينون أنفسهم وفكرهم الضال ويكشفون عن ضعفه وهشاشته، بحيث يمثل مجرد برنامج تلفزيوني أو مقال صحفي تهديدا لهذا الفكر. يعني هذا يؤكد أولا أن معركتنا مع هؤلاء فكرية بالدرجة الأولى، وثانيا أن كيدهم ككيد الشيطان، ضعيف وهش ولا يحتمل كلمة أو رأي أو وعي. نعم محمد، الشهيد زاهر انتقل من العمل المسلح في بداية الحراك المسلح في الثورة السورية إلى العمل الإعلامي. لو تحدثنا عن دوره كإعلامي وتأثيره في الرأي العام. يعني أنا هو لا شك أن إسهامات الأخ الشهيد زاهر لم تتوقف على الجانب الإعلامي، فهو قبل ذلك طالب علم شرعي وخطيب مفوه، وخلال ذلك مجاهد بسلاحه ضد العدو الأسدي، وهو أيضا أحد من ساهموا في تحرير مدينته، مدينة الباب الأبية وعدد من بلدات ريف حلب الشمالي، إلى جانب الشهيد القائد عبد القادر الصالح. أنا أعتقد أن له أثر كبير في ترشيد الحركة الثورية والجهادية ومحاولة تجنيبها الغلو والتطرف من خلال أنشطة كثيرة قام بها، وأيضا لم ينقطع طوال عمله في غازي عنتاب في تركيا عن الداخل السوري زائرا للجبهات ومرشدا للمجاهدين. طيب محمد، تنظيم الدولة ينتهج سياسة تصفية الإعلاميين، بدأ بإعلاميين من الرقة، حملة الرقة تذبح بالصمت، ثم ناجي الجرف، وانتهاء بالشهيد زاهر شرقاط. على ماذا تدل هذه المنهجية؟ يعني كما أسلفت أخي الكريم، يعني هذا بطبيعة الحال يدل على ضعف هذا الفكر وهشاشته ويعني تعرضه للزلزلة من أي رأي أو من أي كلمة. هذا في صالح الثورة وفي صالح هؤلاء الإعلاميين الشهداء الذين ضحوا بدمائهم والذين سيكونون وستكون دماؤهم نبراسا لثوارنا على الأرض، وبالعكس هذا سيكون دافع قوي لأن يبحث الناس عن أسباب استشهاد هؤلاء على يد هذه الفئة الضالة، وبالتالي لأن ينتشر فكرهم الصحيح، فكر هؤلاء الشهداء، وبشكل أكبر بين شعبنا السوري. أنا أعتقد أن استشهاد الأخ زاهر خسارة مضاعفة لثورتنا، لكن الأمل في الله سبحانه كبير بأن يعوض ثورتنا وشعبنا أمثاله لإكمال المسيرة والتضحية. أجدد عزائي وتهنئتي لشعبنا السوري الكريم ولأسرة الشهيد الغالي ولأسرة قناة حلب اليوم. شكرا لك الزميل محمد النعيمي معد ومقدم البرامج في قناة حلب اليوم، شكرا لك على هذه المداخلة.